إخوة الرؤساء الجماعات المحلية وخصوصا الأخ الرئيس ديال الرسالة الجنوبية اللي هو تيستضفنا، وتنشكره على حسن الاستضافة والعمل الكبير اللي كيقوموا مع السادة الرؤساء كذلك ديال الجماعات ديالنا اللي هي حتى عندها واحد الأهمية قصوى. معالي الوزير الأمين العام لحزب الاستقلال الدكتور نزار بركة محترم، السيد النائب البرلماني المحترم، السيد نائب جهة طنجة تطوان الحسيمة المحترم، السيد المفتش الإقليمي للحزب المحترم، السادة رؤساء الجماعات المحترمين، حضرات السيدات والسادة أعضاء المجالس المنتخبة لحزب الاستقلال المحترمين، ضيوفنا الكرام، يطيب لي في البداية ونحن في غمرة الاحتفالات بالذكرى 48 للمسيرة الخضراء المضفرة المحطة التاريخية المشرقة والمفصلية في مسار الكفاح الوطني لاستكمال تحقيق الوحدة الترابية للمملكة وما حققتموه من إنجازات داخل أقاليم المملكة ولا سيما إقليم العرائش عبر إعطاء تعليماتكم المستعجلة لانطلاقة مجموعة من الأوراق الإصلاحية المرتبطة بالبنيات التحتية الطرقية والمائية. وفي هذا الصدد لا يمكن إلا أن نتمن عاليا المجهودات الجبارة التي قمتم بها من أجل اتخاذ التدابير العملية لإصلاح الطريق الإقليمية رقم 4402 الرابطة بين إقليم العرائش والجماعة الترابية لكل من ريسان الجنوبية وريسان الشمالية وابن قرفط، وكذا الإجراءات الاستباقية لمواجهة تراجع الموارد المائية بالمملكة نتيجة التغيرات المناخية التي يعرفها العالم الآن. نعم معالي الوزير، بكل فخر واعتزاز أنتم أهل لتحمل المسؤولية لما تتحلون به من صفات المثابرة والأخلاق النيرة والتعامل الراقي، وهذه ليست مجاملة منا ولكن حقيقة لمسناها وعيشناها معكم في العديد من المناسبات واللقاءات. أيها السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، كما لا يخفى عليكم فبلادنا مقبلة على أوراق إصلاحية هامة تحمل في طياتها بعدا إنسانيا اجتماعيا أعطى انطلاقتها عاهل البلاد الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان ضمن الولاية التشريعية 11، وهي إرادة ملكية سامية تدعو إلى تحسين الأسر بالمشاريع والإصلاحات الكبرى، بحيث سيتم الشروع في نهاية هذه السنة الجارية تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك تجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي الراسخ لدى عموم المغاربة، وهو برنامج سيعتمد على استهداف ناجع وفعال للأسر التي هي في وضعية هشاشة المؤهلة للدعم بفضل السجل الاجتماعي الموحد، وهو بلا شك له أثار إيجابية طيبة لدى المواطنين والمواطنات. وحتى لا أطيل عليكم لأترك المجال لباقي المتدخلين، فإنني أعتقد إن لم أكن جازما أن بلادنا تسير على الطريق الصحيح في الجانب الاجتماعي والإنساني اللذان نعتبرهما دعامة أساسية للنموذج التنموي الجديد للمملكة. وشكرا مرة أخرى سيد معالي الوزير والأمين العام لحزب الاستقلال على تشريفكم لنا بهذه الزيارة الميمونة والتاريخية للجماعة، راجين من الله تعالى أن تكلل بالنجاح لما فيه خير للصالح العام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.